هذه ماشي فرحه غير مغربيه، هذه فرحه عربيه وفيفا المغرب. صراحه احنا فرحانين بزاف، واليوم اكادير كامله خارجه وفرحانه حيتاش فرحه ما متوقعاش اللي صافي فقدنا الامل، ولكن الحمد لله المنتخب عطانا امل جديد. المقابله كانت قويه جدا، يعني جميع اللاعبين قاموا باللازم، يعني كان واحد المغرب يعني كان اللقاء يعني كان قوي، ولكن جميع اللعابه يعني كانوا في المستوى يعني اللي هو مزيان، وبالتالي تم الفوز باللقاء. تحيه للمدرب وكذلك جميع اللاعبين على المجهودات المبذوله. التاهل التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، اول فريق عربي يتاهل لدور الربع، وان شاء الله ربما قد يتأنس النهايه ولما لا النهايه. الحمد لله الحمد لله، مبروك مغاربه كاملين، مبروك لينا ان شاء الله الفينال. الحمد لله احنا اليوم فرحانين بفوز المنتخب الوطني المغربي، وكنتمناو ان شاء الله ولما الصعود للنهايه وتحقيق اللقب. عجبني الماتش بزاف وفرحان بزاف حيتاش ماركينا، وعجبني الحال وكنفتخر بالبلد ديالي اللي هو المغرب. صعيب نعبروا على الفرحه ديالنا اليوم التاهل للربع النهائي، الشيء اللي ما كناش كنتوقعوه. شكرا وليد، شكرا وليد، شكرا الدراري، فعلا تبتي ان المدرب المغربي قادر انه يوصل لبعيد. ما حسينا بالفرحه، حسينا باللعب المغربي بيناتهم، فعلا بغاو يرفعوا الرايه المغربيه وبغاو يرفعوا. شكرا لك وليد، قدرتي تبين ان الكره العربيه المغربيه والعربيه والافريقيه قدرت تنافس اقوى المنتخبات. وعلى سبيل المثال تعادلنا مع كرواتيا وربحنا بلجيكا، والان احنا قصينا اسبانيا ولعبوا مزيان. واخا الدراري كيشجعوا على كل شيء، ولكن ديما المغرب وديما مزيغن، وحنا الفينال ان شاء الله نديو، وان شاء الله كنقولوا البرازيل. كلشي كيقول البرازيل غتديها، ولكن حنا نقولوا اللي طاحت في المقرى يتقلى. المغرب المنتخب المغربي لعب مزيان، ولكن خرج علينا 21. نتمناو من الكراكي يخرجوا ويدخل بوخلان. وشوف بونو بونو، حنا الناس قاعدين فرحانين بزاف بعد الفوز ديال المغرب على اسبانيا. صراحه الدراري تقاتلوا ولعبوا مزيان، ما كناش كنتصوروا اننا غادي نفوزوا على واحد المنتخب اللي صعيب بزاف. فشكرا بزاف للمدرب الكراكي وشكرا للدراري، تبارك الله عليهم. الحمد لله جيت فرحانين بهذا الفوز هذا، التاهل ديالنا الربع النهائي كاول فريق عربي، اول دوله عربيه تاهلات. كنبغي نشكر وليد الكراكي على الروح القتاليه، ولما لا علاش ما نبدلوش هذه العقليه ديالنا اللي كما كيقول العربيه. ما يعني كاع الدراري كانوا رجاله وتقاتلوا، يعني ما يجيش شي واحد يقول لك لا اش دايره زقل بزاف الفرص ولا هذا. حنا الدراري كلهم تقاتلوا، خاصنا نفكروا باش اننا نحفزوا اللعابه الماتش الجاي ان شاء الله. وتحيه تحيه خاصه لكاع الدراري اللي كانوا في قطر كيسيبورتيو 90 دقيقه، خاصه الناس ديال اكادير كيف ما كتشوف. حنا فرحانين بزاف بزاف، احنا داخلين مع الدراري، احنا رغم فرق السن راه فرحانين بالمنتخب ديالنا، وكنتمناو ليه التوفيق ويتالق اكثر فاكثر. كنتسناو ان شاء الله النتيجه الايجابيه ان شاء الله في الدور الاخر والفينال ان شاء الله. كنهديو هذا النجاح للرياضي الاول صاحب الجلاله والشعب المغربي كله، كنتمناو ليه دائما افراح على افراح. والركراكي فرقه ما غلباتو، ركراكي وليداتو تفرقه ما غلباتو، ركراكي وليداتو تفرقه ما غلباتو. صابونا وانت في عرض الله.